هانت هادي راه ما فيهاش الماء، دابا خصنا عاد نمشيو نسقيو الماء بالطوموبيل، عاد باش نشربو حنا والناس اللي كيتعاونا الماء، حيت حنا جينا في السوق هنا. كيجيب لنا ناس كيطلبوا منكم. كيجي يقول لك الله يرحم الوالدين عطيني شربه واش ما صحتيش، خلي بنادم حدا كيموت من الحرارة. دابا حنا ما عندناش حتى الماء، ما عندناش ما لقيناش اللي يدينا نجيبوا الماء. هذا هو مصوب من 2012. علاش ما بغيناش نصوبوه؟ هادشي اللي كتشوفوه حيت ما كاين لا ما لا دار. غنبقاو نسقيو الماء بالطوموبيلات بالترونسبور باش نصوبوا. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مره اخرى. اليوم كنتواجدوا بجماعه ولاد عياد التابعه لتاونات. جينا عند سي حسن اللي كان مهاجر بايطاليا، مهاجر موسمي بايطاليا، وقرر انه يبرك بحاله في بلاده. في هذه الجماعه تعرض لشي عنف من طرف رئيس الجماعه. غادي نشوفوا معاه علاش هذا العنف اللي تعرض ليه وشنو هو السبب. سي حسن مرحبا بك معنا. الله يجازيك بخير، شكرا لكم وشكرا للاستقبال ديالكم والدعوه ديالكم اسيدي. عاود لي شنو هو المشكل، شنو هو علاش تعرضتي للعنف؟ المشكل ديالي نعم اسيدي، مهاجر مقتول بايطاليا، جيت لهنا بغيت نصلح شويه ديال الاصلاح عندي هنايا. كنخدم فين عندك هنا؟ فين عندي محلات ديالي هنايا، عندي هنا المحل خصني نصلحوه، خصني ندير فيه الماء. عندك محل انت وخوك هنا في السونتر الجامعه؟ محل المواد الغذائيه اللي هو حنا فيه دابا حاليا، ها هو شد من هنا حتى لهي، هو محل فيه قريب ال 20 متر. المهم حنا دايرين الزن، كنديروا السلعه، كنديروا المواد الغذائيه. دابا المشكل ديالنا الماء والضوء، الاستفاده ديال الماء والضوء حنا ما عندناش، ما استفدناش. علاش ما استفدتوش؟ هذه تصفيات حسابات. شوف باش ننور المشاهد الكريم حسن، عاود لي بالديتاي كيفاش ما استفدتوش؟ قلتي لي كاينين الناس اخرين استفدوا نتوما لا، عاود لي بالديتاي. حنا هذا المشكل ديالنا بالفعل هكا داير، كنا في 2015 كاينه لائحه ديال عباد الله ديال البشريه اللي كاينه في هذا الخط هذا، في هذا اللين هذه اللي هي هذه اللي كاين في الصف ديالكم. اللي في الصف ديالنا كانت ما مستفداش 19 واحد. في 2015 كانت لائحة، في 2016 خرجت هذوك اللائحة ديال المستفيدين، بقات كتعطى عليهم بالواحد. بداو الناس كيستافدوا من الموضوع واحد بواحد. واحد بواحد، من بعد حنايا ما استفدناش. ما استفدناش، علاش ما استفدناش؟ ما فهمناش حنا شنو درنا. هي هذيك مشينا للإدارة، منين كملوا الناس كاملين هنايا في هذا الصف كلشي خدا الرخص ديالو، إلا حنا أنا وخويا اللي بقينا بلاش. صافي بقينا كنتفائلوا بيناتنا أشنو السبب، حنا علاش بقينا بلاش؟ طلعنا للإدارة زينا الوراقات ديالنا، قالوا لنا صوبوا الطلب كيفاش كيدار، جيت أنا ما عارفش غير اللي قالوه اللي كنديرو، صوب الطلب بالفعل. طلعت الاداره كنستنى، منين كنوصل لعند السيده اللي كت الكاتبه ديال هذاك الطلب، كنسولها نظره سنه للرئيس، كتقول لي لا من الرئيس مازال ما جاش السيدي. الله يجازيك بخير انسه، منين يجي الله يجازيك بخير قولوا له يفكنا هذا الموضوع، راه ماشي غنبقاو غاديين جايين سيمانه هذه. قالت لي خويا الامر ماشي ديالي، منين يجي الرئيس؟ من بعد واحد النهار اخر تلاقيت الرئيس هنايا، قال لي تلاقيتو هنا في واحد المقهى، السلام عليكم. السلام سي الرئيس، الله يجازيك بخير، هذاك الطلب ديالي واشنو درتي فيه؟ قال لي الهضره ماشي هنا، الهضره طلعنا عندي الاداره، ما كنهضروش هنا، كنهضرو في الاداره. مزيان. قلت له اسمح لي يا سيدي، ماشي مشكل، نتلاقاو في الاداره. بالفعل طلعنا للاداره، تلاقيت من دخلت عند السيده اللي شافتني ديما كنسول على الملف ديالي، قلت لي شنو من دره هذاك الملف ديالي، واش صافي الامور ناضيه؟ قلت لي لا خويا، هذاك راه مازال ما شافوش الرئيس. هي هذيك هزاتو قدامي دخلات لعند الرئيس، مين مشات لعند الرئيس قال لها حيدي عليا الملف انا ما مساليش ليه. انا بالفعل راني حدا الباب مور السيده كنسمع اشنو كيقولها الرئيس. منين جات خارجه السيده قلت لها الله يجازيك بخير، لا جات على خاطرك عطيني هذا الملف. قالت لي ايه علاش لا؟ قلت لها انا غنمشي بحالي. عطاتني الملف بالفعل، وليت دخلت عند الرئيس.
قلت له علاش هذا الميل فلان؟ تدير محاولة أخرى. أيه بغيت نعرف الراسي. من دخلت قال لي لا هذا الميل في هذا بالأخص حتى نناقش فيه الموضوع ديال المجلس. بقيت هنا نتفاهر، قلت له كيفاش غتناقش الناس عطيتيهم وحنا ما غتعطيناش؟ نعم السيد أسعد الراجل الله يجزيك بخير، علاش كدير معنا حنا هكا؟ شنو السبب؟ قال لك ما نعطيكمش انتوما، ما غنعطيكمش، مازال ما ناقشناش الموضوع ديالكم. قال لي نجيك من الاخر ما غنعطيكمش. قلت له علاش؟ بغيت غير نفهم علاش سعادة الرئيس ما تعطيناش. قال لي انتوما كتخدموا من اجل الشيطان. بغيت غير نفهم من اجل الشيطان شنو هو؟ شنو هو من اجل الشيطان؟ انا ما فهمتش. بقى السيد هز من بعد هاد الشهادة كيغوت عليا، كيهرس في البيرو، كيدير شي حركات. هز التليفون عيط للجندرم لابريغاد والقايد، بدا كيهرس وكيغوت عليا. حنا مازالين غير كنهضروا، ما فهمت انا تلعبة. واحد شوية وانا كنشوفو كي دخل علينا واحد السيد، قال له حسز هذيك الصورة، الصورة ديال سيدنا بغى يهرسها. علاش؟ السبب باش يهرس لي الصورة سيدنا؟ انتم راكم عارفين كلش علاش بغى يهرسها. بغى يهرسها باش يصيفطني انا محبة للصورة سيدنا، ما بغيتهاش تهرس. شديتها حيدتها عطيتها لسعادة الخليفة اللي هو السي بوشتة السابق اللي كان هنا. هو دخل من اللي يسمع الغوات، هو من طبيعة الحال في الإدارة جاء. قلت له سعادة الخليفة الله يجازيك بخير شد هاد الصورة، شدها مني الخليفة. هي هذيك خرجت للطنوبيل ديالي كنصيب الجندرم والقايد عند الطنوبيل برا، والطنوبيل ديالي مهرسة. من جا خويا لحق عليا حتى هو تنضرب في المشكل، جبد واحد الاخر وضربوا النيف ديالو. راح ضربوا باش ضربوا بكلامونيت، ضربوا النيفو. راه عندي تصاور، عندي شهادات طبيه، عندي كلش. خوت الرئيس هرسوا الطوموبيل وضربوا خويا وما خلاوش فينا. جاو الجندرم من بعد القيد، جاو الجندرم قيدوا لونكيت الطوموبيل عندي في الباب. الاداره مكتوبه فوق منها جماعات ولاد عياد في الدخلات الباب. بعد الاداره عندها كانشيلو، بالكانشيلو هادو راهم في الباب في الداخل الاداره كيهرسوا بيدك تقول لي بغاو. كانت محطوطه في الباركينغ ديال الطوموبيل ديال الجامعه، ديال الجامعه في الباركينغ ديال الجامعه. شكون اللي قال لك راه خوت الرئيس اللي هرسوها؟ هما كيقولوها. هو طلع فوق البوردولا قال لك هرسوها الرجال وثبتوها الشهود. هذه القضيه هذه ثبتوها سيدي الشهود الله يجازيكم بخير. والجندرم داوك انت وخوك ولا لا؟ داروا لنا لونكيت ديالنا جميعا، حنا مشينا عند وكيل، درنا لونكيت ديال البريغاد، طلعنا عند وكيل الملك المحكمه عندهم هما. تقدمتوا قدام الوكيل انت والرئيس؟ نعم نعم، حنا تقدمنا. منين تقدمنا هما كينكروا باننا حنا ما هرسناش هاد الطوموبيل، كيقولوا باننا حنا هرسنا هذاك البيرو وبغينا نغطيو على الاغلاط ديالنا، زدنا هرسنا الطوموبيل ديالنا. اللهم هذا منكر. وهو اش كان كيقصد بهذيك انتم كتخدموا مع الشيطان؟ ما عرفتش شنو هي المقصود فيها. انا اللي تما اللي ضاق عليا الامر، انا تما صافي ما بقيتش عارف شنو غنقول. شنو هو مقصود الشيطان؟ يعني حنا كنخدموا من اجل واحد الحزب اخر في الاحزاب، يعني انتم كتخدموا مع شي حزب اخر؟ كيصوتوا علي خوتي، انا ما كاينش هنايا، انا مهاجر قاطن بايطاليا، ما كنجي من هنا من 6 شهور 6 شهور كنخدم غير موسمي في الفلاحه. كنجي لهنا بغيت ندير شنو؟ بغيت ندير، عندي الوالدين مسنين، بغيت ندير مويحل هنا نجلس حداهم شويه. هنا 6 شهور اللي كنجلس هنا نجلس حداهم، منين نمشي نخلي شي واحد في المحل باش يبقاو الوالدين محضيين من صوائرهم من مشاكلهم من انا وخوتي. هادشي اللي كنقابلو غير باش نعيشوا نهانين. شنو المطلوب دابا؟ شنو كت ديالنا سيدي؟ راه ما بان لا حق لا باطل، مازال الان راه حنا في المحكمه، مازال ما بان لينا والو. حنا راه حنا في المحكمه المقاره، كنتمناو المحكمه سمعت الشهود ديالكم والشهود ديال هما عندهم شي شهود بلا ضربتيه ولا شي حاجه حسن؟ لا ما عمرني انا خدمت العنف ولا شي حاجه. لا هو عنده شي شهود، جاب شي شهود؟ جاب شهود ديال الزور، داير شهود الزور، كانوا شهود عاديين في الاول عند الشرطه القضائيه وعند وكيل الملك قالوا هضره اللي هي الحقيقه.
من بعد ملي مشاو عند رئيس المحكمه نعم السي قالوا هضره اخرى هذوك الشهود اللي هما هاد الشهود نسميهم هاد الشهود هادو بحال اللي مشاو في الكروسه ديال الرئيس قال لهم ها خصكم تقولوا واخا نستنطقوهم الوكيل الملك والشرطه القضائيه الرئيس شدهم من عقلهم قال لهم لا خصكم تقولوا هاد الشيء هذا حيت هو داير هذاك الملف خصهم يقولوا النطاق اللي قايل الرئيس صدق دايرنا الشهود بالزور هادو شهود هادو كيختلفوا في الهضره ديالهم عند سعادة وكيل الملك قايل لنا هضره والشرطه القضائيه وعند رئيس المحكمه كيقولوا هضره واخا قلت لي في الكواليس ان داك السيد اللي دخل الاول تا هو شهد انك ما شاف ما قدام الرئيس وقدام الوكيل انه ما شافكش كتضرب فيه لا 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 هو ما شهدش يعني منين دخل هو صابنا كنهضروا لا هذه الهضره قالها قدام الرئيس قالها قدام الرئيس قال له انا من دخل سبتهم ما كيتضاربوا ما والو مناقشين في الهضره شد ورد في الهضره وصافي ما كاين حتى شي حاجه الساعه اللي الرئيس تزير وبغى يصيفطني للحبس منين قال لي نتوما كتخدموا من حزب الشيطان مشى كيهرس البيرو وكيدير المشاكل بغى يهرس صوره سيدنا باش يصيفطني للحبس هذا هو الفيلم عيط للجندرم القائد باش يجي ويديوني لا بريغاد جاي معيط لها هي الجدان ديالها والقائد باش يديوني غير جاب الله هرسوا هذيك الطوموبيل والصوره سيدنا فلت بها لعند السي بوشتا الخليفه الله يجازيه بخير راه دابا لونتريت الله يجازيه بخير شكرا حسن اعزائي المشاهدين كيف شفتوا معنا دابا فحسن شاب مغربي اللي كان كيخدم في ايطاليا داك العمل الموسمي ديال الفلاحه دار شويه الفلوس جاب غير استثمر ديال بصح ملي سمع الماء والضو دخلوا للدوار دخلوا لهنا للفيلاج هو عنده محل هنا حتى هو في الفيلاج هو وخوه قال غنجي ندير استثمار هنا ونبقى قريب الوالديه كبروا هادي ولكن كيصطدم بان الرئيس ما بغاش يعطيه وقع ليه مشكل معاه والمحكمه غتقول الكلمه ديالها غنستضفوا الاخ ديالو اللي كان حاضر في الواقعه واللي حتى هو ما استفدش من هذا الموضوع دابا التحق بنا كريم اللي حتى هو كان حضر في الواقعه ولكن ما حضرش من الاول على ما قال لي وفي الاخر دخلوه حتى هو في هذا المشكل هذا كريم مرحبا بك كريم حتى انت فحالك فحال خوك ما بغاوش يعطيوك تستافد من الموضوع كيف هاد الناس هادو قصاوكم انت وخوك خوك عاود لينا اشنو كاين دابا بغيتك تعاود لي الديتاي ديال نهار الواقعه الواقعة اخويا كان التاريخ بالضبط كان 9/5/2018 الساعة 9:30 صباحا بينما انا جيت للمحل ديالي فتحت المحل ديالي نترزق الله 9 الصباح جاو عندي ثلاثة الناس كيجريو قالوا لي خوك راه كيدابز هو الرئيس راهم في مشادات كلامية راه غيوقع شي مشكل ماشي مضاربة غير مشادات كلامية قالوا لي اعتقل الموقف سير جيب خوك باري ما يوقع شي مشكل ولا ينصب عليه يصيفطوا للحبس مشيت كنسبق انا للإدارة دخلت الإدارة دقيت في الباب فتح لي الباب العون المكلف تما ديال الرئيس قلت لهم السلام عليكم سلمت على ذاك العون سلمت على واحد السيد اللي هو عضو في الجماعه مستشار سلمت على الرئيس سلمت على الاخ ديالي ولمت الاخ ديالي علاش دير هذا الشيء وما خصناش من هذا الشيء وما خصناش فوضى كاين طرق شتى باش تاخذ حقك لكن السيد الرئيس كان باغي يستدرجنا باش يصيفطنا للحبس بجوج هذا هو الهدف ديالو خصني حتى انا نطلع لانه هو الهدف ديالو بيا انا هذا غير جاف لانه هو من قبل كان جا عندي وقال لي كتخدم واش غترشح قلت له اياه غنترشح وشنو كاين بقات فيه انت واش حتى ديك الايام ديال الموضوع لا قبل لا قبل قبل من الموضوع ايوا هي هذيك منين جيت انا مشيت قلت انا كيفاش هذا كيسولني وهذا يعني شغلي هذاك وراه من حقي انا من حقي نسيس من حقي نصوت من حقي يعني نترشح اي حاجه كي الحقوق اللي كيستافد منها هو حتى انا نستافد منها الحمد لله على زيد كمل لي نهار الواقعه نهار الواقعه فاش طلعت لتما كاينه بغيت غير نخرج خويا من الموقف باش ما يوقعوش مشاكل ولا شيء بينما انا خرجت به الاداره الباب الاداره برا خرجتوا على برا غاديين الطريق الطوموبيل مباشره وصلنا للطوموبيل كنتفاجئ بها كنجبرها مهرسه الزجاج ديالها مهرس ديال خوك نطقت باعلى صوت قلت لهم شكون اللي هرس الطوموبيل ديال الاخ ديالي عباد الله نطق خوه
طلع فوق واحد البورد ولا وبقى كيضرب على صدره، موظف تما حاليا هو سائق تما في الجامع، وقال لي كيضرب على صدره علانية وكيقول لي هرسوا هاد الرجال. شكون هما هاد الرجال؟ قال لك انا وخويا وولد خويا. كيعترف على راسه كيعترف امام المال، وفي الساحة الإدارة كلشي كيشوف، موظفين خليفة مخازنية كلشي حاضر. من بعد داكشي جاو الجندرم، الجندرم جايين باتصال هاتفي من عنده هو لعندهم، هضروا مع الوكيل، جاي مسيفتي اعتقلونا انا والاخ ديالي، لاننا احنا ردونا تهجمنا، وهذيك الافعال اللي وقعنا فيها انا تنضربت اللحظه اللي صحت باعلى صوت وقلت باللي شكون اللي هرس الطوموبيل ديالي، وقال لي خويا مشيت عنده بلاتي هي احسن، بغيت نعرف شنو هو السبب، علاش هرسوا الطوموبيل؟ السياره واقفه في الباركينغ الجماعه داخل الاداره، شدك ليها تهرسها؟ شكون انت كاع؟ مشيت عنده بطريقه انسانيه مسالمه، بينما هو السيد انا وصلت عنده وكيجبد كلامونيت كيضربني به اللي فرسني من يدي. مشيت عند الطب العام، درت سيرتيفيكا ميديكال فيها 24 جو. فاش جاو البوليس لقاو، فاش جاو الجندار لقاونا في ساحه الجماعه، لقاوك بدمك. بدمي عندي التصاور ديالي دابا حاليا هنا، التصاور ديال الدم ديال هذيك المدابزه راه عندي دابا. جاو الدرك الملكي، جا السيد القائد الله يجازيه بخير، حتى هو عاوتاني جا هو المعنيين بالامر، جبروه حنا اللي متعرضين للضرب والجرح ولا 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 وهذا الشيء كامل باغي هو يدير لنا واحد لوتريك باش يصيفطنا للحبس، لان كي دخل عنده خو الاخ ديالي وهضر معاه قال له شتي قرانكم كنصيفطهم من عين قدح بعامين للحبس كيهدوا، هذه في اطار يعني الاخ ديالي كيطلب حقه، هو صرح له بهذه الكلمه، ما عرف شكون هو، واش هو حاسب راسه هو المجلس اعلى فيه ولا ما عرف شنو كيحسب راسه هو، يعني اللي غيصيفط ويدي بنادم للحبس. إذن هذا السيد نافذ، وكاينين الناس اللي استفدوا، الناس اللي تابعين له محكوم عندهم ديور، محكوم عليهم بالإفراغ أزيد من 35 سنة من ثلاثة المحاكم جلالة الملك الابتدائية والاستئناف والنقط والإبرة، أزيد من 35 سنة، وكاينين الناس اللي تحكم عليهم حكم، هذاك الحكم صدر فيهم بحقهم ذاك الحكم في الطوابعة، هدموا في ذيك اللحظة إلا هادو، ودابا دخل لهم الماء الضوء وفوق السكك الحديدية وأزيد من 25 بوطو ديال الضوء اللي جايب لهم، اللي مشات لهم، اللي مشات لهم، بينما انا ضو الخيط الكابلي مترو ونص اللي كيفصل ما بين المحال فوق منك، فوق مني، اللهم هذا منكر. هاد الناس احنا بغينا السلطات المعنيه بالامر والناس اللي مسؤولين ينصفونا ويكون غير العدل، احنا بغينا غير العدل. شكرا كريم. شكرا. كيف شفتوا معنا اعزائي المشاهدين، احنا سمعنا لهذا الطرف، كنتمنى ان الطرف الاخر يجاوبنا باش نتواصلوا معاه ويجاوبنا على هذا الشيء. اعزائي المشاهدين نخليو الحكم لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.